هذا اللقاء وهذا اليوم الدراسي سيكون فرصة لتبادل التجارب، ولكن أيضا لمعرفة احتياجات كل متدخل. سنخلق ما نسميه مجلس مهني لشعبة تربية المائيات، ان كونساي انتر بروفيسيونيل دو لا فيليير. هذا المجلس المهني سيقوم ب يعني ب بتدعيم هذا المسار مع مرور الوقت، وبمشاركة أيضا مكاتب الدراسات التي تقوم أيضا بمرافقة هؤلاء المستثمرين.